متجددة في برنامج نداء الإيمان. اليوم في سورة الأحزاب نستمع إلى نداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا أمر الله تعالى في التقوى التي مرت بنا من قبل، ولكن هنا التقوى تكون في القول السديد. كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تتكلم بالخير والنفع أو لتصمت. فأحيانا الصمت تؤجر عليه إذا كان في محله. وقديما قالوا: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. وهذا اللسان كما قال النبي لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان كل كلمة فيه، وخاصة القول، إن لم يكن سديدا فهو كله عليك، إلا ما كان في ذكر الله وإصلاح بين الناس وقول المعروف فهو لك، والباقي كله عليك. لذا قال الله تعالى: قولوا قولا سديدا. والقول السديد هو المسدد والصائب، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صائبا وكان مخلصا له. وإخلاصه لله عز وجل دون الصواب أيضا مشكلة، ولكن الصواب أيضا دون الإخلاص مشكلة أخرى. والتمام هو أن تصيب القول والفعل والعمل، وأن يكون كل ذلك خالصا لوجهه الكريم. إذن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالله تعالى حثنا أننا إذا تكلمنا أو طرحنا أو كان لنا من الحق اليوم في رأي أو شخص أو جهة أو مسألة أو واقعة أو حادثة، إذا أردنا أن نتلفظ فلنقول: إما أن نقول خيرا مسددين فيه، أو أن نصمت. لأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، كذبا أو كفرا أو طعنا أو اتهاما أو إيذاء أو غيبة أو نميمة أو بهتانا، كل ذلك تكون من عواقبه الخلود في النار والعياذ بالله، أو البقاء في النار، أو من سخط الله أو عذاب الله من حيث لا يبالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا من الموبقات، كثير منها يتعلق للأسف الشديد، الموبقات والمهلكات هي ما يتعلق باللسان، منها قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، كذلك قول الزور، قال: ألا وشهادة، ألا من أكبر الكبائر، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال: حتى وددنا أن يسكت صلى الله عليه وسلم شفقة علي. قول الكذب: لا يدخل الجنة نمام، ثم يقال: أيكذب المؤمن، قال: لا. وكلها من آفات اللسان. لذلك هذا اللسان إذا أصبح الإنسان كل الأعضاء تناديه أن اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب بالصحابة الكرام: والذي نفسي بيده، لا يستقيم أحدكم حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. يا من تتبعون عورات المسلمين، من تتبع عورات مسلم تتبع الله عورته. يا من دخل قال أو تلفظ بالإسلام وكان حاله كحال الذي يتلفظ بالإسلام بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم القلب، ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. اللسان له أثره في القلب، إن ذكر الله وقال معروفا إذا بالقلب يستقيم، وإذا كان كما قال تعالى: لا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان القلب اللسان فاحشا متفحشا يكون أثره في القلب، فينكت نكتة سوداء حتى يران على قلبه فيصبح أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذا قال: إن الله يبغض ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، كما رواه الترمذي. وبالتالي الفحش والتفحش هذا كله من آثار اللسان. إذا النتيجة كانت بعد أن قلنا القول السديد، كانت النتيجة إصلاح العمل. ودوما كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. إذا كان
صلاح كل هذه الأعمال يتوقف على اللسان. فإن قلت قولا سديدا وتصرفت تصرفا حميدا كان العاقبة إذن قطعا هو الإصلاح الأعمال. لما سيصلح لك الأعمال الله تعالى الأعمال بعد هذا الشيء فيصلح لك أمر الدين والدنيا، قطعا قد تكون هنالك مخالفات قبل القول السديد وقبل استجابة الأمر. لذلك قال الله تعالى ويغفر لكم ذنوبكم، التقصير الذي سيبدر منكم من غير قصد والسيئات التي وقعت منكم قبل هذا العمل ستغفر لكم. إذن سيصاحبك التوفيق مع مغفرة الذنوب. إذن أي فضل أعظم من هذا حين يستجاب لهذا النداء؟ لماذا؟ هنا الله تعالى يخبر لنا أن هنالك قاعدة، أنه من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما دمت أنت تطيع الله تعالى فيما أمر ورسوله صلى الله عليه وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما قرر، بالتالي تكون النتيجة أنك ستفوز الفوز العظيم. الفوز العظيم معناه أمران، الأول هو أنه تصلح لك الأعمال دينا ودنيا وأخرى، الثاني أن تغفر لك الذنوب وتكون من أهل الجنة. وإذا بالتالي أنت تقرر ويقرر لك بعد كل ذلك أنك قد فزت وأنك قد للخير حزت وللمفاوز قد اجتزت. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي الكرام، طاعة الله هي الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإنسان أحيانا يحب أن يكون مع الصف يوم القيامة أولئك الذين اجتباهم الله، الأمر جد هين. قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. جعلنا الله وإياكم ممن يقولون القول السديد ويتقون الله فيما أمر ويستجيبون لنداء النبي عليه الصلاة والسلام فيما قرر، ويتصلح لهم الدين والدنيا والآخرة. وإلى نداء آخر إن شاء الله. حياكم الله وبياكم في نداء آخر من نداءات الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جعل الله تعالى النصر في القرآن الكريم يستلزم من الإنسان أن يقوم بأسباب النصر ويستجلبها، وبالتالي من أعظم ما ذكر الله تعالى مختصرا لكل أسباب النصر نادى أحباءه الذين يطمحون للنصر في هذه الدنيا والتمكين لأمر الله عز وجل، قال لهم إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصر الله ينصرك، يعني هي العملية في هذه الحياة كلها عبارة جعل الله لك صفقة. إن أحسنت أحسن الله إليك، إن رحمت رحمك الله، إن أنفقت ينفق عليك، إن أكرمت تكرم، إن ظلمت ستعاقب، إن أسأت أو نسيت أمر الله ستنسى ويساء لك، وإن اعتديت سيعتدى عليك. جعل الله قانون هذه الحياة أنك تعامل بما تعامل به. عاملت إحسانا قوبلت بالإحسان، عاملت سيئا جزيت بمثله. والبر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت. فالبر الذي تعمله لن يذهب سدى، كما أن الآثام لا تنسى وإن ضعف الذاكرة الظالم، لكن ذاكرة المظلوم ما زال يدعو ربه. وما دام الذي رفعت إليه الشكوى قائمة والحاكم أخذ القرار فيها ولكن تنتظر موعد التنفيذ. وبالتالي إن تنصروا الله، إن نصرتم الله، الله تعالى لا يحتاج لنا منا نصرا ولا عونا، حاشا.
ولكنه بالمعنى إن تنصر أمر الله، إذا أردت أن ترفع ذكر الله، كما تاب الله على رجل أنه رأى اسم الله في ورقة مرمية في الأوساخ فأخذها فطيبها، فقيل له كما طيبت اسمنا لنطيبن اسمك. فكما تنصر أمر الله، كما تقوم فتنصر دين الله، وكما تنصر شرع الله، وكما تنصر شريعة ومنهاجا متعلقا بالله، الله تعالى يقول لك سأنصرك. ما دام النصر، يعني النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليقال، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا النفر القليل، وقليل ترى الآن حين تنظر إلى الناس وتشاهد، قليل من الناس من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كثير يقاتل حمية ونصرة وفزعة وعون، وحتى يقال ويرى موطنة وشجاعة، أو لأجل منفعة مادية أو منفعة حزبه أو فئته أو جماعته. لكن من من هؤلاء؟ وهؤلاء للأسف الشديد يتعبون أوقاتهم ويهلكون أنفسهم ويقتلون، ومصيرهم النار والعياذ بالله، لأن قتالهم لم يكن لله. وبالتالي ماذا يريد من الله؟ حتى وإن سمى نفسه الشهيد البطل الفلاني، إذا ما كانت النية لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذين أبهروا حين قتل 10 من المشركين، قال هو في النار، قال أحدهم فتتبعته فوجدته لما أصيب بجرح اتكأ على ذؤابة سيفه أو سيفه فقتل نفسه، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أشهد أن محمد رسول الله. وبالتالي للأسف الشديد أن الرجل يوم القيامة قد يبعث وهو يقاتل، وقاتل حتى قتل، لكنه قيل حتى يقال وقد قيل خذوه إلى النار. بالتالي إن تنصروا الله ينصركم. كثير من الناس يقولون ما نحن نقاتل في سبيل الله لماذا لا ننصر، ما نحن نقوم في أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام حين قاتل وهو سيد الخلق ومعه صفوة الخلق صحابته الكرام، حين قاتلوا في أحد وكانت العاقبة في أحد كما تعلمون، بسبب أن ثل من الناس قال منهم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منهم من أراد الدنيا، كانت العاقبة أن المعركة لم تكن في بدايتها أو في صالح النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، لأن البعض قد عم بالبلاء بسببهم، لأن ما يقول ابن مسعود والله ما كنت أعلم أن منا من يريد الدنيا، لما كان بعض الصحابة بعض من خرج مع الصحابة يريد الدنيا حين خرجوا لأجل الغنائم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف النصر. إذن لما يتخلف النصر علينا، علينا أن نراجع أنفسنا، لا نعترض على الله تعالى ونقول الله تعالى لماذا نصر هؤلاء. قال سيدنا عمر لما كتب رسالة إلى سعد، يا سعد إنكم تقابلون عدوا أكثر منكم عددا وعدة وقتالا وإلى آخره، فإن واتقوا الله ذنوبكم فإنكم إن أذنبتم كنتم وهو إياهم سواء. وبالتالي أنت وعدوك سواء، إذا كان أكثر منك يعني الأسباب المادية خلاص يغلبك انتهى. لكن إذا تريد عون الله تعالى ويخرق لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وتريد معونة الله عز وجل لتخرق لك الأسباب الظاهرة والمادية ويتيح لك المعونات الإلهية كما في بدء، انصروا الله تعالى إن تنصروا الله. وبالتالي قال اتقوا الله ذنوبكم. أما إذا أنا مذنب، يعني قال أحدهم لبعض مشايخنا في لما كان في هزيمة معروفة للعرب مع اليهود، فقال يعني يا شيخ وهو يستنكف، لماذا الله تعالى لم ينصرنا وأنت تقول الله تعالى ناصر المؤمنين؟ قال إن الملائكة باب أيضا التلطف نزل إليكم فلم يعرف المؤمن من المؤمن المسلم من اليهودي، اللبس واحد والزي واحد والأخلاق واحدة وكلاهما ليس لهم من الله في قلبه شيء، فلم تعرف المسلم من اليهودي فارتفعت عن نصرتكم. الشاهد وإن كان من باب التهكم ولكنه فعلا اليوم يعني ذنوبنا كثيرة، ونحن أحيانا يخرج الإنسان لا يصلي والمقابل لا يصلي، ليس له دين والآخر كذلك. بالتالي الله تعالى يكلنا إلى أنفسنا، ولكن إذا أردنا أن الله تعالى ينصرنا اليوم ويثبت أقدامنا فعلينا أن ننصر الله. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم،
المسألة العظيمة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإلى نداء آخر إن شاء الله. النداء الثالث الذي سمعنا فيه إلى آيات الله عز وجل في سورة محمد، وما زلنا في هذه الآية في ختام الآية السابقة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني الله تعالى يقول للذين آمنوا حين يتحاكمون إلى الله وإلى رسوله، ثم قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، عندها يكونون مؤمنين حقا. أما إذا وجدوا في أنفسهم كراهية لأمر الله، بغض للصلاة، يعني هو يصلي ولكن كاره لها، يصوم ولكنه كاره لها، يقرأ القرآن وهو مبغض له، يبغض الدين، ها في قلبه كره ما أنزل الله من الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية والنواهي الشرعية، فأحبط أعمالهم. يا ساتر، يعني هذه الكراهية التي في القلب لأمور الشرع تحبط العمل، يعني كأنك ما صليت، كأنك ما صمت، وإذا حالك وحال المشرك سواء. فلنحذر ولنكن على خطر عظيم في هذا الأمر الجلل. هنا هذه الآية تقرر هذا المفهوم: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم، أحيانا الإنسان يفسد عمله بالرياء، يعني هو يصلي ويصوم وينفق العمل، كما الرجل يأتي إلى ماله فيجمعه من الجواهر والدرار، يجمع المال أجلكم الله ويلقيه في المرافق، يلقيه في المجاري، ما هاي درر عظيمة. كذلك أحدنا اليوم يقوم الأعمال الصالحة ويؤدي الفرائض الكثيرة وينفق الأموال الكثيرة، ويأتي لها يرائي بها فيفسدها جميعا، أو أنه يمن بما أعطى، فهذا المال العظيم الأجر الذي هو الآن في ديوان الله يتلف كله، أو أنه يأتي به فيكره، يعترض على الشريعة، يكره ما أنزل الله، يستهزئ برسول الله، وإذا بهذه تحبط أعماله كله. أو أن يأتي للأسف الشديد كما نرى كثير من الناس، للأسف الشديد حين يغضب يكفر بالله فتحبط أعماله جميعا. الله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لابد أن تطيع الله والرسول أيضا ولا تبطل العمل. هذه الأمور البسيطة جدا التي تراها هينة تبطل عمل. يعني أحيانا الإنسان قد يعمل عشرات السنين، تلفظ استهزاء بالله أو برسوله أو كفر مما نراه للأسف الشديد، تتلف عمله جميعا فيخرج صفر اليدين، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا الخسارة العظيمة أن كل هذا العمل العظيم الذي يعني بذلت فيه الوقت والجهد والمال ثم تأتي صفر اليدين يوم القيامة، أي خسارة أعظم من هذه. لذلك أحبتي في الله، لابد أن نحافظ على خواتيم أمورنا، هاي الأمور العظيمة: كراهية ما أنزل الله، الاستهزاء بالدين، السخط، سوء الأدب مع الله ورسوله، تحبط الأعمال، هذا الرياء، هذا المن، يعني هذه جرائم عظيمة جدا. العجب بالعمل يتلف العمل. ثم يقول الله تعالى: في الذين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم جريمة يرتكبها الإنسان هو الكفر والشرك بالله، إن الله يغفر ما دون، ربما أي ذنب تعمله ربما معرض لمغفرة الله، لشفاعة، لرحمة، لجود الله، لساعات تجلي الله عز وجل، لكن الكفر بالله، هذا الكفر والإشراك. وللأسف اليوم انتشر في مجتمعاتنا كثير من الناس وهم صغار هم كبار، إذا كان صار يعني على به الغضب واشتد به الأذى، يعني على الفور رمى الكفر ورمى الاشتراع لله، ثم بعدين قال استغفر الله. أخي إيش استغفر الله؟ أنت أذهبت أعمالك، أبطلت ما كنت تدخر من كرم الله. بالتالي الأمر جد خطير وجد عظيم.
هذا اللسان يا ستار، يعني هذه الألفاظ البسيطة التي نسمعها اليوم يحسبها كثير من الناس بسيطة، وهي تتلف العمل. أي أعظم يعني هذا الشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله أعظم جريمة هو أن تشرك بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم مما يسيء العلاقة مع الله أو يتلف أو يبطل الأعمال. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا غير غضبان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.